عمي سعيد كاتب عمومي في الستينات من العمر، يكسب قوت يومه بهذا القلم، يصارع من أجل البقاء أمام توسع التجهيزات التكنولوجية وتعويضها لكل شيء. أدمي هنا عندي 10 سنين أنا فيها، كتبوا للدومون تاع ليزوديونس، نكتبوا لهم يجوا يعمرون شيك سكور، نقول لهم الشيك نتاعهم باش يخلصوهم. بسعة صدر يزاول عمي السعيد مهنته، وله في ذلك طريقته الخاصة في التعامل. عبد يعرف كيفاش يهضر مع الناس، يعرف كيفاش يقابلهم، كيفاش يفهمهم، كيفاش يتعاون الغشي نورمال. هؤلاء لا يزالون يقصدون عمي السعيد وغيره من الكتاب العموميين الذين ينتشرون أمام المحاكم والمؤسسات العمومية بمكاتب بسيطة. ما زالت كاينة وما زالت تكمل، باسكو الناس محتاجينها. ما لقري التطور اللي كاين، مي بصح الناس والله ما مخليينها. دائما نعمل عندهم كلش، انا روتريتي كل شهر نروح نعمل عندهم. لازم نسحقوها احنا هنا، نسحقوها هنا واحد اللي عمرنا هذه، ما يقعدش الشعب نقولوا يجري يحوس شنو يعمر له وحنا ما نقراوش. خدمة الكاتب العمومي غابت عن ذاكرة الكثير من الجزائريين، إلى أنها لا تزال حاضرة في بعض الشوارع خدمة لمن لا يتقنون القراءة والكتابة بمقابل مادي رمزي.